تخيل الايام الماضيه حوار التزوير بقى، الدنيا اتقلبت 2003 وشوف 2009. ايوه انت المقصد خلال فتره لعبك دي كان في تزوير ولا ايه بقى؟ طبعا كل الفترات في اللعب فيها تزوير في الناشئين يعني. شيء ما فيش فيها. ده حصل لنا موقف. احنا كنا دوري، بنلعب دوري 14 سنه، كنا صغيرين 14 سنه، ده بيكون جسمك لسه ما فرقش. وكان عندنا ماتش مع فرقه يعني هنلعبها مرتين، انا كنت بلعب 14 و17 سنه، يعني 3 سنين 17 18 يعني، عشان كنت طبعا مميز، كنت اميز لعيب في الفرقه. فلعبنا فرقه 17 سنه الاول، كان فيهم واد هو اصلا مش 17، هو 20 مثلا، شاب 20 بشنب ودان، واحنا ورور ضرب خمسة ولا ايه؟ ده ضرب بتاع 18 سنه. فلعبنا 17 وخلصنا من الماتش. المهم عندنا ماتش ال 14 سنه، بنلعب ال 14 سنه، هي نفس الفرقه بس السن الاقل، فمستحيل ده يكون موجود كبير بشنب ودقن واحنا لسه ما ورب. لقيت لك واحد بيزق الكره من بيلعب عليا انا، حظنا بيزق حظي، واحد بيزق الكره ويجري، الهوا بتاعه بيوقعني. جرينا ورا الواد، ورا الحكم نجرجر فيه، تعالى الواد ده مزور، ده لاعب ضدنا 17 سنه، وفعلا طلع مزور، خدنا الماتش.